هذا اللي هسه حضرناه بلاد أجار لونه أحمر اللي يكون لونه جوزي براون هذا شوكليت أجار طبعا هذا وصل بسيط صح هذا وصل تفريقي أنت يكتب أنت في أشياء تفريقي وجميل عندكم هذا الرشبة ميديا بلاد أجار وأيضا شوكليت أجار أيضا الرشبة ميديا واضح هسه راح نجي نزرع نستخدم السواب مثلا السواب نقول احنا ناخذيها مثلا من نيزون من بلغون راح نجي اول شيء ناخذ هذا وصل مالنا النظيف راح نسوي انوكيلام اي نسوي بيها السواب بشكل بيضاوي تقريبا واضح هسه رجع اخذ هذا هذه احربها نحرقها ونوديها تلعب بعد ما نحتاج واضح اي هسه نجي ناخذ السواب مالتنا العفو اللوب اعقم بالمعقم اللوب واضح ابرد باحد الحافات من الابار مالتي واسحب ثلاث خطوط اربعه متوازيه من اي اسوي بي واحد اثنين ثلاثه اربعه افرد الطبق اعقم هذا التخطيط يسموه ستريتن زراعة البفية على وسط الصلب هسه هاي A B أسوي C أول شيء نعرف الحرارة بعدين أبرد لا أبردها أبردها حتى تنقط البكتيريا أربع خطوط متوازية A B C أي وتفرين الطبق طبعا هنا أيضا نعقم اللوب لأن يصير أحمر نبرد بالحافة الأقار ونسوي خطوط دي من نهاية سي سوي دي أما أعقم وأسوي الزجزاج لاين أو رأساً من نهاية دي أسوي خطوط الزجزاج لاين أجلها بالمنتصف واضح؟ يعني أنت حتزرعين على طول